وجهة هذه الشحنة مدينة أبيجان الإيفوارية، وهي إحدى وجهات هذه المؤسسة التي فتحت خطا تصديريا واعدا بعد أن نجح قطاع البناء بتفاصيله في استقطاب أكبر الأسواق الإفريقية من صفاقس. إفريقيا ثم ثلاثة بلايص، وما ثم أفريق دو سود وأفريق دو الويس وأفريق سنترال، احنا خذيناهم الكل تو لي بي أفريكا، وإن شاء الله ديما احنا قاعدين نقدموا. ثم طاقة تصدير 70% إلى إفريقيا، نصدروا فيه يوميا حوالي 40 كونتينر إلى إفريقيا، وزيد معهم ليبيا والجزائر والمغرب. الكوت ديفوار والكامرون وبوركينا فاسو والسنغال والكونغو برازافيل إضافة إلى فرنسا وليبيا، دول تسجل حضورها في الدورة الجديدة للصالون المتوسط للبناء الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة لصفاقس لدعم حجم المعاملات والتعريف بالإنتاج الوطني والكفاءات التونسية. حدود 150 مؤسسة مش تكون حاضرة في ميديبات. الحمد لله، هذه مناسبة زادة مش نشكر القطاع الخاص اللي عنده ثقة كبيرة في ميديبات، وأكثريتهم خدموا من قبل. تو ميديبات عمره 30 سنة، من عام 91، ساوش كونوا عمادة المهندسين المعماريين وعمادة المهندسين اللي ديما حضورهم مكثف معنا، واليوم أكدوا لنا مرة أخرى في ميديبات مش يعملوا المنتدى العلمي معنا، ومش يكونوا فما جلسة عامة متاع في كل عمادة. ميديبات هو يكون لنا احنا وسيلة باش نظهروها للعباد الكل، كونوا توانسة كون أجانب يجونا من إفريقيا، يجونا من ياسر البلدان ويتفرجوا على لي برودوي متاعنا، وهيك هي يكون هي السلاح القوي باش نجموا ندخلوا بها لإفريقيا. نحبوا نعرفوا المنتوج، نحبوا يكون موجود في السوق التونسية كاملة، وعلاش لا باش نخرجوا به للسوق الليبية، للسوق الجزائرية، نزيدوا نكبروا السيركوي دو فونت متاعنا إن شاء الله. الدورة 17 للصالون المتوسط للبناء تحمل على عاتقها مشاغل القطاع في تفاعله مع كارثة مدينة درنا الليبية، إضافة إلى المشغل البيئي العالمي عبر لقاءات شراكة مباشرة ومنتديات ترفع من درجة التنسيق التقني والعلمي.